عودي معكم لمتابعه عالم الصباح. لحظه بظبط القبه ماشي الحال. احنا وياكم مع رواء الاطرش كل يوم خميس مثل هالوقت وضيوفها لا تحكي عن موضوع امراض السكري وعلاقتها بامراض القلب. صباح الخير جوزيف، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. السكري انا دائما بسميه المرض السهل والصعب بنفس الوقت. يمكن سهل لانه لما بنكتشفه عبكير ومنعالجه ومنتابعه بنقدر نخفف من بدء المضاعفات اللي ممكن تنتج عن السكري، لكن صعب جدا اذا ما كان في مراقبه صحيحه. رح ندخل بمضاعفات، واهم المضاعفات اللي بتتعلق بالشرايين، واهم شيء اكيد القلب. ضيوفي اليوم دكتور اكرم شتي مختص بامراض الغدد الصماء والسكري، ودكتور عمر حموي اختصاصي بامراض القلب والشرايين. رح نحكي عن اهميه مقاربه موضوع السكري من كافه النواحي وخصوصا فيما يتعلق بمشاكل القلب. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. صباح الخير لك. اهلا دكتور اكرم، بدي اسالك قد ايه حجم المشكله؟ هالمرض الصامت وخصوصا هون بالتحديد نحن عم نحكي عن السكري من النوع الثاني. نعم. قد ايه فعلا حجم هالمشكله وقد ايه عم تتزايد؟ بالتاكيد المشكل الاساسي بالاستناد لشغلتين، الشغله الاولى العدد الكبير من مرضى السكري بالعالم بالمنطقه ومن ضمنها لبنان، ومش بس العدد الكبير حاليا، ايضا العدد عم يكبر مع الوقت. المشكله الثانيه هي المضاعفات المرتبطه بمرض السكري واللي بتجعل المرض نسبته عاليه وكبيره، والمضاعفات اللي بتنجم عنه خطيره وقد تؤدي الى اشكاليات كبيره وعلى طب ليه عم بيزيد الانسان وحياته. نعم، ليه عم بيزيد السكري من النوع الثاني؟ عم بيزيد لانه نمط الحياه اللي عم نعيشها ليس صحي وليس سليم، ومنشان هيك نحن بنقول اهم طريقة لعلاج مرض السكري هو في اتباع الأساليب الوقائية للتقليل من خطر الإصابة بالسكري. عم نعيش حياة غير صحية، نظام غذائي غير صحي وغير سليم، وما عم نمارس رياضة بدنية، وهي تؤدي مع الوقت إلى ازدياد نسبة الإصابة بالبداني والوزن الزائد، والبداني والوزن الزائد هي السبب الأساسي اللي ينجم عنه ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري وأمراض أخرى متعددة. نعم، وخصوصا النوع الثاني. نعم. دكتور عمر بالعيادة إذا بدك تعطيني نسب قديه بتشوف مرضى قلب عندهم سكري بالمقارنة مع مرضى قلب ما عندهم سكري؟ هلأ أنا كطبيب قلب بشوف أكثر، لأنه عم بيجوا لعندي عندهم مشاكل بالقلب، يعني المرض السكري موجود عندهم صار له فترة، عم بيجمعوا مرضى السكري يعني بعيادات القلب وب دخول المستشفى لمرض القلب. نسبة مرضى السكري هي ضعف أو ضعفين المعتاد للمرضى العاديين. نسبة عالية يعني. نسبة عالية يعني، بس هي أمراض السكري هي السبب الأساسي لدخول المستشفى عند مرضى من ناحية القلب. مرض القلب هو الخطر الأكبر على مرضى السكري، أكثر من 50% ببعض الدراسات 80% من مرضى السكري ممكن ينصابوا بأمراض قلب متقدمة. نعم. وممكن تؤدي لمضاعفات كبيرة، منها جلطات ومنها ذبحات قلبية ومنها وفاة. يعني إذا بدنا نحط معدل الوفاة عم بيكون من السكري أكثر ولا من القلب عند المريض اللي عنده سكري؟ أكيد من القلب أكثر. الوفيات 4 أضعاف تقريبا عند مرضى السكري من مرض القلب بالمقارنة مع الأمراض الأخرى. هلأ 4 أضعاف تقريبا. نعم. هلأ نحن بنطلع على مرضى السكري عندهم نسبة أعلى من مرض الأورام الالتهابات، بس العدو الرئيسي لإلهم اللي بيأثر من عمرهم واللي بيسبب دخول المستشفى هي أمراض القلب والشرايين. نعم، وهيدي شغلة كتير مهمة. هون بدنا ندخل بقصة الأبروتش أو مقاربة مرض السكري. دايما كل أطباء السكري بيقولوا بعدنا عم نتعلم عن السكري وعم نعرف عنه، يعني دايما في شيء جديد. قد ايه هو مرض قديم، قد ايه بعد في اسئله ما تجاوبت حوله. فهون شو تغير بالابروتش او المقاربه لهالمرض؟ اهم شيء هو التشخيص المبكر للمرض. مثل ما قلنا، اول شيء الوقايه للاصابه بالمرض، ولكن ثانيا التشخيص المبكر للمرض ومن خلال اجراء فحوصات مخبريه، وخصوصا عند اللي عندهم خطر الاصابه بالسكري، عندهم وزن زايد، في حدا بعائلتهم عنده سكري، عندهم ضغط، ما بيعملوا رياضه، هودي لازم يعملوا فحوصات مخبريه دوريه لنشخص مبكرا المرض. واذا شخصنا مبكرا ان نعالج المرض بصوره مكثفه ومركزه بمراحله الاولى، لانه بهذا الطريق نستطيع انه نمنع ونقلل من خطر الاصابه بالمضاعفات واللي من ضمنها امراض القلب والشرايين.
هل ممكن نوصل انه فعلا نتفادى المضاعفات نهائيا؟ لا، لانه المضاعفات نهائيا لا، لانه هي عوامل متعدده تؤدي للمضاعفات، في الدهنيات، في الدم، في التدخين، في الحركه، في العائله، اذا في حدا، الاسباب الوراثيه، كل هاي بتلعب دور. ولكن اذا بنسيطر على السكري والريسك فاكتورز التانيين مثل الضغط والدهن بالدم والتدخين بنوقفه، الخطر بيقل بنسبه عاليه والمريض بيستطيع يعيش حياه سليمه وصحيه. اضافه للعلاج المكثف، المتابعه المستمره، مش بس ناخذ علاج، المتابعه المستمره عن الطبيب المعالج واجراء الفحوصات المخبريه بصوره دوريه، خصوصا هلا صار في انواع من الادويه مش بس بتسيطر على السكري ضمن المستويات الطبيعيه، صار في ادويه جديده مثل ما حضرتك ذكرتي بتسيطر على السكري ولكن تقلل من خطر الاصابه بامراض القلب والشرايين اللي هي المضاعفه الاساسيه وراء مش بس حدوث المضاعفات، وراء الوفيات عند مرضى السكري. 70 ل 80% من مرضى السكري سبب الوفاه عندهم امراض القلب والشرايين. فاذا سيطرنا على المرض، ابقينا مستويات السكر في الدم ضمن المعدلات الطبيعيه، استخدمنا بعض الادويه الحديثه اللي بتسيطر على السكري وتقلل من خطر الاصابه بامراض القلب والشرايين، يستطيع مريض السكري تقريبا ان يتجنب المضاعفات ويعيش حياه نسبيا مشابهة كليا للإنسان اللي ما عنده سكر. أوكي، طب هون بدي يعني السؤال رح أرجع لعندك دكتور عمر، بس السؤال هون المتابعة بتكون يعني لما بيجي شخص عنده سكري شخصته، تشخص إنه عنده سكري وتأكدنا، هل بينطلب منه متابعة عن طبيب القلب كنوع من الروتين تشيك أب لنشوف في أي تغيرات، ولا بس ننطر لنوصل للمضاعفات؟ بالمراحل الأولى المطلوب السيطرة على السكري واجراء ما يسمى سكرينينج تيست وفحوصات عامية، يعني فحوصات للكشف، كشف عن الوضع الصحي العام، اجراء فحوصات مخبريه وفحص سريري. اذا شكينا في خطر اصابه بامراض قلب وشرايين، ساعتها مفضل احاله المريض لعند طبيب القلب، وهون اهميه ما يسمى تيم ورك، العمل ضمن مجموعه كفريق، وان يكون هناك فريق عمل اختصاصي غدد وسكري، اختصاصي طبيب قلب، وارشادات غذائيه وحياتيه من عند مرات بدنا ممرضه مختصه بهالامور، تثقيف المريض الصحي او مرشد وطبيب مختص بامراض الكلى، يعني في عده تخصصات. فريق طيب من ناحيتك كطبيب قلب دكتور عمر، بدك تقول شيء تعقب على الفكره؟ بدي اتوسع على نقطه ذكرها، نقطه مهمه جدا ذكرها دكتور اكرم، وهي اللي بصير عند مريض السكري. مثلا مريض عمره 60 سنه، شو منتوقع حيصير بالعمر بكمالة حياته؟ إذا قلنا بلش من السكري عنده بالستين، أي اللي بصير بالدراسات لاحظنا معدلا بينقص العمر 6 سنوات. إذا معه مرض القلب زائد السكري بينقص العمر 12 سنة دبل. ما كل هالنقصان من أمراض القلب، مثلا نقص العمر 6 سنوات، المريض عمر المريض أو المريضة عمرهم 60 سنة، نصها أو أغلبها 4 سنين من 6 سنوات نتيجة أمراض القلب والشرايين. الأدوية الحديثة لأول مرة آخر 3 أو 4 سنوات صار عنا أدوية، اليوم طلع بحث نشروه، 2.5 سنين رجعوا من هاللي نقصوا نتيجة أمراض القلب والشرايين نتيجة العلاج المبكر عند هيدا الشخص اللي عمره 60 سنة. هلأ إذا المرض السكري بلش على عمر مبكر أكثر، 50 سنة 40 سنة، نقصان العمر كنا قايلين 6 سنوات بصير 8 سنوات أو 10 سنوات، لأنه بعد عندهم فترة أطول يعيشوا، لكن العلاج بيرجع جزء من هالنقصان. العلاج المبكر والوقاية من عوامل الخطر، الريسك فاكتورز اللي ذكرها دكتور أكرم، العلاج الشرس، أنا بسميه شرس، للكوليسترول، العلاج الشرس للضغط، نمط المعيشة وضبط السكر من أوله، هيدي ان شاء الله بترجع اغلب هاللي نقص من عمره لمريض السكري. والاهم انه نوعيه حياته تكون منيحه، يعني يكون اكتف، يعيش حياته بصوره طبيعيه، يعني ناشط بحياته وعم بيمارسها بصوره تماماً طبيعيه. تماما. وللاسف نحن هون بالبلد المشكله مضاعفه اكثر، يعني اذا بنطلع عالميا نسبه الوفيات من امراض القلب 30%. نعم. بلبنان نسبه الوفيات من امراض القلب 47%. وانا طلعت على الموضوع، حطيت سببين اساسيين ليش بلبنان في امراض قلب اكثر من العالم. اول شيء التدخين، لبنان من التوب 3، من اهم 3 دول، من اهم او من اسوأ 3 دول. صح. بالتدخين من اول 3 دول، من اول 3 دول. نعم. ورقم 2 التلوث. التلوث، التلوث، هي دول باقي الامور تقريبا مثلنا مثل غيرنا، بس نحن نسبه امراض القلب عندنا
أعلى 47%، وأمراض السكري عنا تدفع ثمن هالموضوع أكثر. طبعا. طب ككارديولوجيست أو طبيب قلب، لما بالعيادة عندك مريض قلب عنده سكري، كيف بيصير التنسيق؟ يعني أنت بتساعد على أنه يكون في علاج للقلب مع حماية للسكري، ولا بيتكل على العلاج اللي عم بيحكي عنه دكتور شتاي أنه تيم ورك ذكرها دكتور أكرم؟ لازم يكون في تنسيق بين الاختصاصات، صار في كتير أوفرلاب، صار في كتير مواضع لازم يكون عم ننسق بين بعضنا، لأنه العلاجات بتعالج نفس المرض. نعم. التشخيص لازم يتم بشكل مبكر، لازم نعمل بعض الأشياء، لأنه مريض السكري حتى لو ما عم بيشكي من أمراض القلب ممكن يكون عنده مرض قلب صامت. لازم نعالجه، لازم نكشفه قبل وقته لحتى نعمل وقاية أكثر منه. نعم، ونعطيه العلاج الصحيح. بعد معنا دقيقة بدي دكتور شتاي تعطيني هيك توصية على السريع، ودكتور عمر. توصية الحقيقة الأساسية المحاولة اتباع نمط حياتي صحي سليم، التقليل من خطر الإصابة بالسكري، يعني الأفضل ما ندخل بالسكري، نجرب قد ما فينا ما إجراء ندخل. الفحوصات المخبرية، وخصوصا هلا صار فيك تفحص إصبعك بالإصبع، تفحص الدم وتعرف نسبة السكري مبكرا. ثالثا إذا تشخص عندك السكري أن تعالج السكري بطريقة مكثفة، وأن تتابع إجراء الفحوصات المخبرية والمتابعة الدورية عن طبيب المعالج. أوكي دكتور عمر، يعني كلام بليغ جدا، زوروني في السنة مرة، زوروا طبيبكم الأخصائي ضروري على صحة السلامة، ما ننطر للمشكلة. أنا ما بحس شيء، برضو يفحص الواحد سكر ويعمل تحاليل دموية مرة كل سنة كل سنتين ويعالج. نعم. يعالج. أسوأ شيء بسمعه من المريض. نعم. لما بيجي عامل مشكلة كبيرة، دبحة أو جلطة، أنا حبة بنادول ما باخد. ايه؟ طب ما خد وقاية وما نوصل لهال. طبعا ياخدها وقاية بطريقة صحيحة. بس كطبيب قلب لمريض السكري شو بتقوله؟ لازم ضغطك يكون مثالي، لازم الكوليسترول يكون مثالي، ولازم السكر يكون جيد جدا إلى مثالي حسب ما بيشير عليك طبيب السكري. شكرا لكم، شكرا دكتور عمر، شكرا دكتور شتاي. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، برجع لعندك جوزيف. تانكيو لك روى، وتانكيو للدكاترة طبعا على النصايح اللي عطونا إياها لليوم. بتمنى ما حدا منكم يصيبوا أي مكروه. رح نروح لبريك، ومن بعدها شوفي معلمة، ومنمرق عند الشيف كمان، خليكم معنا.